Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm herkese. Ben Ahmedullah Nezeri. Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nin Kunduz Vilayeti'ndeki mesulüyüm. Bugün 28 Nisan 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Vilayeti'ndeki Şirmahi Koyu'nun mescidinde Avusturya Türk Federasyonu tarafından organize edilen su kuyu hayratımız. 132. su kuyumuz İsmail, Dudu ve Meliha Uslu adına açtık. Allah kabul etsin. İsmail Dudu ve Meliha Üslü'nün su kuyu hayratı bu Şirmahi köyünde yaşayan soydaşlarımıza armağan edildi. Ve Avusturya Türk Federasyonu'na ayrıca teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ve bu Aslı ailesinin su kuyu hayratını Allah kendi dergasında kabul versin inşallah. İyi ki varsınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أصحابه أجمعين اللهم يا مفتح الأبواب ويا مصب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثنا 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 توكلنا عليك ربنا وفوزنا إليك أمورنا يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.